بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أدعية الرفع من الركوع. فبعد التسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده، فلك أن تقول ربنا ولك الحمد، لما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. وروى البخاري عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ولك أن تقول بعد الرفع من الركوع ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بفتح الجيم فسر بالحظ، أي لا ينفع الإنسان عند الله يوم القيامة حظه في الدنيا من المال والولد والسلطان والعظمة، وإنما ينفعه الإيمان والعمل الصالح. وأما الجد بكسر الجيم الاجتهاد، أي لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده في طلب الدنيا وتضييع أمر الآخرة. وقيل إنه لا ينفع المجتهد في أمور الآخرة اجتهاده بغير قبول من الله لعمله،